طيب كنت لسه بتكلم عن وليد سليمان. ووليد سليمان الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم واحد من اهم اللاعبين، ليس على من الناحيه الفنيه فقط، ولكن دايما يا جماعه في لعيبه كده بتبقى موجوده في الفرقه لاسباب كتيره جدا. وليد سليمان من الناس اللي موجوده في الفريق فنيا، ده احنا ما بنتكلمش على فنيا لان فنيا مش هنتكلم عنه لان لسه تم تجديد عقده لسه الموسم السابق، ولكن وليد سليمان من الناس الكبيره جدا في الفرقه من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاخلاقيه، وككابتن لفريق النادي الاهلي بيكون له دور ودور هام جدا. نتمنى له يا رب ان هو يرجع بسلامه ويرجع احسن من الاول.